Salam alaikum, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans l'émission d'aujourd'hui. Elle s'appelle Qaada ma'a Fennan. Qaada ma'a Fennan, hissa tarfihiya, ou n'ardou fiha le motribin ou le motribat ou les artistes, d'accord, les aïchin hna fil ghorba. Had hissa khassa bihom, Qaada ma'a Fennan, hissa li jami' al fennanin ou al fennanat al jazairiyin, le muqimin kharij al watan. Dayfa ta'na al awla. الا وهي شابه خيره تقعد معنا اليوم هنا في الاستديو في الحصه هذه. شابه خيره المعروفه ومشي هذا نقول لكم شابه خيره لا ديفا وهي شابه خيره راهي هنا ومازالها شابه وان شاء الله اليوم نفيدكم في الانترفيو هذا بحاجات اللي انتم ما عملكوش بهم احنا اليوم نهضروهم. خيره واش راك؟ صافا خويا فؤاد وربي يخليكم انتوما بهذا العرض اللي عرضتوني وليا الشرف وميرسي بوكو. اليوم بشعرتك يا شابه خيره نقول لك حاجه هكذا باش دوك المشاهدين يفهموا حاجه. هي الاولى شابه خيره مازالها هنا، شابه خيره موجوده حاليا في فرنسا الا وهي في ايل دو فرانس في نواحي باريس. قلنا بلي شابه خيره ماشي اعتزلت ولا عملت ولا حاجه، هي عندها مهنه الا وهي الغناء. هي موجوده معنا شابه خيره وراهي موجوده معنا بجديد. الوغ عاودنا طبطبنا لها في دارها، قعدنا معها، سهرنا معها وقلنا لها واش نديرو. جات مصاوبه كما يقولوا، جات على الطريق. Voilà, on a parlé, on a reparlé, et le retour ou non de Shabba Khaira. Oui. Daïftena, ou l'aide que Mashallah, Kaïma Bihum, Lebsa, Hamma, Mekla, Qaada, ou Shankulk. يسلمك ربي يحفظك، ميرسي بوكو، مرحبا بك تاني خويا وتستاهل. وزدت بعد لك ماما دوك تصور تاع اليامات القدام تعقل شتي. الو خير لو روتور وي ونو، هي لا كيسيون لا بروميير، باسكو الناس هضروا سمعنا قلتي قالوا لك دوك نحو هذه القيل والقال. هي روتور وي تخي بيان، دونك شابه خيره باسكو روتور وي. بوركوا؟ ها وعلاش؟ بوركوا نقول نقول بيان سور. شوفي سي انا شوفي مقابل الكاميرا، ها كنت مقابل الكاميرا ازرع ينبت. سي فري انايا تقلقت، ما تقلق باسكو هذه طريق ربي وانا انسان نشهد ونعرف لا اله الا الله محمد رسول الله ونعرف مانيش انسان زعما ماشي داخله اسلام، انايا مسلمه. مي جا وقت كنت في لا بريسيون، كنت في الغربه مومون ديفيسيل، ضعفتي صحيح ضعفتها بصح ضعفت بربع دراري وكاع ما قديتش، قلت غير ديك الطريق اللي الرياح. مي كي طبطبت انا ما كانش لحل عليا الباب. علاش قلت لك فؤاد كي طبطبت انت انا حليت عليك؟ كي تلزت ما لقيتش اللي كتفني ولا قال زعما بت بلادنا راهي في غربه وراهي منها كوميم مرا انايا ماشي راجل. بربع دراري وانا كاع يعرفوني بلي انايا فنانه دخلت الغنى للدار للديار وغنى نقي وعمري ما درت صوالح اللي ما يعجبوهمش ولا الحمد لله. دونك انا ربي عطاني دون لا غالب. ما عندكش خدمه واحده اخرى؟ ما كاش خدمه واحده اخرى وسيرتو في لا سيتياسيون هذه اللي راكي فيها دركا. محال واحد يلحق واحد العمر ويلحق الواحد لا سيتياسيون وين يعاود يولي يقول لك انا نروح ندير حرفه واحده اخرى. دي حرفتك معروفه من الصغر. ما كاينش صوالح اللي حلفت عليهم في شي بلايص ما نروح لهمش وما نغنيش فيهم. وي هذا سي سيغ ما خلوكش، احنا ما خلوكش تروحي. هذا ما كان. دونك نطلب من جمهوري باللي يقدرني و زعما على غالب. مي تولي خيره تقعد خيره. النجمه ما جامي النجمه جامي تطفى، غير الشمعه اللي تطفى خويا. انا نقول لك زعما بكل صراحه، واحد اللي يحب يدير حاجه لازم يشوف البعيد ويشوف بليو. خلاص هذيك تاع تبعي واش يقولوا لك الناس، تبعي واش انت باغيه. درتي كما قلتي دوكا في الانترفيو تاعنا، قلتي انا مسلمه بيان سور، زدنا مسلمين، اشهدوا ان لا اله الا الله واشهد محمد رسول الله. ما فيهاش مسلمين خويا، احنا ما راناش خيره ما كانتش الناس. انا وليت واحد الانتقادات، خيره مزيه تبتي، خيره تبتي عليها خيره ما كانتش دايره لا كروا، خيره مسلمه، خيره تشاد.
كاع الناس تغني. صلي صلاتك. الناس كاع تغني. لقيناك تصلي، جينا لقيناك في الدار مع الصبه والدنيا وكاع. شفتهم انا كاين، انا راحوا حجوا راهم يغنوا، راحوا سبحان الله. انا ما فهمتش غير علاش على خايره. فوالا. دوك نولوا الكلام هذا تاع الناس يضر. يضر واه سي فريد. خير هضروا فيك الناس. بصح قولوا في السره والضره. الناس. بصح ما. بصح واحد ما جاب لك. الناس تهضر برك. يهضروا باش يهضروا. لقيت لا لقيت شي ناس، لقيت ناس شي ناس وقفوا معايا بصح اكثريتهم النساء. اقليه. آه لا بروف حبيبتي وشريكتي. بصح من رجال قلت قليل. انا قلت لهم برك في ليله محمد رسول الله على الموت تاع جعفر، قلت لهم وزدت مع الزهواني كي يكون الضيف تاعنا على المباشر تو تالوغ، قال لك يا سعدك يا فعل الخير، ويا سعدك كي تكون واقف باسكو كي طيح بيك. واش اختو من جهه لزارتيتا؟ هذه اللي حبيتك تهضري عليها. ما كاش واحد قال اختنا ولا خدمت معانا ولا وقفنا نوقفوا معاها، ولا كانت هي كنا نخدموا عندها وهي كانت واقفه معانا. واش راك حبيت تقولي لهم هكذايا؟ بكل صراحه سافدير الا نحو الكلمه هذيك اللي نقولوها سون زيبوكريزي، قوليها زلقة بفلقة. نقول لهم باللي سمح لي قاع تاع غير مع الواقف. شوف كي نهضروا الهضره هذه كاين الناس اللي ما عندهمش الحال باسكو يقول لك راهي علينا. با ولا عرفت بلي واش تقول خير عليك انت. نقولها على شي ناس انا وقفت معاهم فريمون جبروني وقفت معاهم في بزاف صوالح وما يعرفوا. كاين فنانين اللي يعرفوا روحهم غايه وما كانش اللي يوقف منهم، ما كانش اللي في التليفون، ما كانش اللي قال لي خيره مالكي ولا شخصك ولا دخل بيني وبين راجلي ولا وقفوا ولا غير اللي خيط بالكحل، ما كانش قال لي خيط بالبيض. خير حاجه اللي ضراتك في هاد ما نهضروش في البلاد، ما تجيك لفرنسا سيتي تخي ديفيسيل بزاف. اما الحاجه اللي ضراتك وراهي في عينك، انا نشوف وكنبداو دوك نبداو هكذا، انا نشوف الدموع في عينك راهم جايين. واش هي الحاجه اللي ضراتك الاكثر في هذا المومون هذا؟ باسكو شفنا لي فيديو تاعك، رحم بابك ما طيحليش الدمعه تاعك. والله ما نطيح. شوفي لو مومون ديفيسيل هذاك سيتي كوا؟ باسكو شفناك انا تبعتك بزاف، تعرفي كنعيط لك طونزون تو سا، نتبعك شفت كي نشوفك في لا فيديو نقول خير اي سافا با، منا يدير هكذا، كنت ديري اشاك فوا ديري لهم اون فيديو. الغربه مي صعيبه الغربه. انت تقولي لنا اما الحاجه اللي هي اللي ضراتك. الحاجه اللي ضرتني زعما في هذا الوقت هذا اللي جيتي به الحاجه الوقت اللي راني فيه دروك ما عشتي دروك اللي وصلتي ليه دركا. الحاجه اللي ضرتني كشغل انا جامي فارقت بلادي. انا كنت مش عارف قلتها لك، انا قلت لك شو دموعك خالين علينا. انا كنت نجي نخدم هنا ونغني وما نقدش نقعد ما نقدش نديباسي 3 جور 4 جور على بلادي وفرق ولادي وفركتوا لي عشي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه انا حاسين بك. انا بيرسونالمون فؤاد يقول لك انا شغل كبدتي تفركتت نص هي نص هنا. وكيفاش خديتي لا ديسيزيون تروحي تجيبي ولادك وتجي لهنا؟ ما فهمتش انا بروحي كي لقيت روحي هنايا. ما فهمتش هجروني بزاف صوالح باسكو العباد هما اللي كحالين القلوب. اكزاكتومون العباد هما كحالين القلوب. نولي لكم تو دو سويت. السلام عليكم بعد الفاصل. السلام عليكم، راكم مع فؤاد فرحيصه قاعده مع فنان صراحه تاع خيره راهي موجوده معنا. زيدوا نهضروا ونزيدوا نفهموكم واش كاين ودوكا ونزيدوا نوضحوا باسكو دوك خلاص دوك خرجنا من هذيك تاع سي بون فهمتونا واش حبينا نقولوا. دوك نفوتوا لحاجه واحده اخرى. دوك الضيف اللي عرضناه ولا اللي عرضته خيره باسكو سي سون ايميسيون اليوم سي كي قلت لها بلال بيرو قالت لي ماذا بيا نتعرف به. بلال بيرو السلام عليكم. السلام عليكم ونشكركم على حسن الاستضافه، بارك الله فيكم. ميرسي. دوك هي عرضتك وانا برميت لك. دوك مرحبا بك في الحصه قاعد مع فنان. بليزير سي بليزير، انا راني معكم مع الضيفه تاعنا. مرحبا بك رضا. مرحبا بك خويا. سي بليزير رانا كيف كيف. مع خونا فؤاد وربي يخليه لينا، دائما متفكر ليزارتيس ودائما مقيم بينا. الله يبارك. الله يحفظك. بلال بيرو من الجزائر.
من اي ناحيه من الجزائر؟ من باتنا خويا، نقاوس. باتني نقاوس خويا، نقاوس. نقاوس معروف شاوي. شاوي تهضر شويه؟ ما نهضر شويه. كيفاش نقولوا السلام عليكم شويه؟ متى تليت؟ متى تليت؟ وي متى تليت؟ ما صافي لاباس الحمد لله. هذا بنا ريبوندي لي بشويه. متى تليت؟ متى تليت؟ انا قلت لك متى تليت. اه وصح، علاش لازم ريبوندي لك اصاحبي؟ حصلتني انا كي نقول لك متى تليت انت تقول لي الحمد لله لاباس. الحمد لله لاباس، تخي بيان. سهلة نو نقول له متى تليت. متى تليت؟ تخي بيان. الوغ بلا بروج، انا شحال لك هنا في فرنسا؟ نو انا كنت نخدم بزاف لي تورني، كنت نطلع ونهبط نخدم لي سواري شاوي سطايفي، مي لا ديغنيغ فوا استاليت لهنا. استاليت بصح. هذا ديغنيغ فوا شحال عندها من عام؟ عندي ما عنديش بزاف، عندي واحد 9 موا هكذاك، 9 موا باسكو عندي دي بروجي لهنا، مع دي بروجي مع لي رابور فلا شونسون شاوي سطايفي، عندي حوايج جدد ان شاء الله مع الوقت. ودرت ديجا دو كليب طلقتهم لا ديغنيغ فوا. الكليب دوك نجيو ليهم. الوغ بروش عندك قديش عندك وانت تغني؟ من تغني في الجزائر ولا؟ انا بديت 95 95 كنت في ليكول، 96 17 غنيت في تينغات، كان في عمري 12 سنه. اي من بعد بديت بالعراس ولي سواري، وعندي 8 البوم سوغ لو مارشي، عندي 3 كاسات. واش هو الستيل تاع بيرو بلال؟ شوف انا نغني بون، نغني لا فاريتي، نغني شاوي سطايفي، نغني راي، مي سبيسياليتي تاعي شاوي سطايفي. شاوي شاوي سطايفي. شاوي باللغه الشاويه ولا شاوي باللغه السطايفيه؟ نغني بالشاويه ونغني بالعربيه باش الناس تفهم، باش تلحق يلحق الميساج تاعي. بصح الناس اللي شافوك في السهره اللي كانت مقيمه في باريس مع ساره اغامس، انا واحد شتك سوغ سين قعدت حاير، انا ما فهمتش، قلت لهم هذايا سي تان شونتور اوتونوم يغنى كلش. الله يحفظك. وي شاوي سطايفي ماشي مشي لك راه قدامي، باسكو انا ما جيتش مع بالك. كنا خارج الوطن. وي وي الشونتور الفري شونتور اللي غني كلش. انا حيرني، انا قالوا لي بلال بيرو يغني شاوي سطايفي، انا شت لي فيديو تاعو باسكو قبل ما نعرض واحد لازم نعرف وشكون عرض باش نعرف واش دار، مي قلت انا هذا شونتور يعرف كلش. الفري شونتور يغني كلش، كيما انايا نغني شرقي تدخل لي في الشاوي ندير لك عيطه شاويه ندير لك، هذا هو هذا هو الفري هذا هو. بس ليكول فوالا تو. شكرا خير دونك فوالا دونك شونتور اوتونوم شاوي سطايفي، مي لاشتك في القبيليه نبوي كابيل شدك في كيما قال لك في الشرقي. وي خدمت بزاف مع دي شونتور كابيل كوم علاوة كي كنت صغير في الجي، خدمت مع حسيبة عمروش، خدمت مع نادر. سلم عليهم حسيبة عمروش وعلاوة كاع كاع لي زارتيس عنا القدام الهند القديم، سلم عليهم. فنانين توا نحييهم سي نورمال. الوغ دوك كي تخدم مع دي كرون شونتور ثاني كيما اختنا ثاني خيرة الفنانة تاعنا سي ليكول، هادو حنا نتعلموا عليهم، حنا لا نوفيل جينيراسيون، حنا هادو كيما نقولوا ماشي لي زونسيان بور مو سي دي ستار، حنا نتعلموا عليهم. تعلموا عليهم لاسين، تعلموا عليهم بلان شوز. قل لي بين الجزائر وبين الغربه، هضرنا على خير على بالي هي خلاص امام هي راهي جديده، الوغ واش هي؟ ماشي يروح ويجي قاعد فيها، واش هي الغربه دوك ليكم انتوما؟ والله الغربه شوف، قول لي الصح ما تكذبش عليا بعينيك راني نشوف فيها. صراحه بون الواحد يتوحش، توحش البلاد سي نورمال. انا ما عنديش بزاف من اللي ماتوا من الله يرحمها، عندها واحد الاوناني ودمي. شوف انا عندي امبيت خويا فؤاد، انا في الاوروب لو بيت تاعي سي لا شونسون شاوي سطايفي ولا سواراي ولا، انا ماذا بيا عندي ان بيت توصل لبعيد. بوركوا با افيك لو طون افيك لو ترافاي كيما نقولوا، الانسان يخدم باش يلحق لو بيت تاعو. ابري الغنيه تاع بلال بيرو اسمها لافون ديرنيغ دوك سا ديبون جا حفوت، وكاين يا سلام ويا سلام، وكاين يا سلام ويا سلام. وي يا سلام وسلام الحاني كلمه وهبه بوديب اللي نحيوها، توزيع موسيقي لياس نيزالي. نسلم على ياسين نزالي. وي خدمناها في الجي، خدمنا حاجه برو ان شاء الله تعجب الناس. دونك البروجي هذايا خدمته في الجزائر سي سا؟ خدمناه في الجزائر، كليبيتو في ليون، كليب درتو في ليون. والدغني بروجي تاعك سي كوا؟ لو ديرني سي عروسة وليدي، سي شونسون باتريموان تاع لو شونتور اللي نحييه كومي سابيل حميد بلبش. عاودناها بدلنا غير لي بارول درناها على العروسه. خدمنا هنا في باري مع رياليزاتور اللي نحيوها ثاني بشير ميلانو، الجزائري دو باري فاروق دي جي، وسي معنا ايمان شده ايمان تاع تلمسان. شده ايمان دوك هضرنا على شده ايمان، انا حنشوفوا شده التلمسانيه جوست راهي داخله ليندا افيك سيت تري تري بيل روب دو تلمسان. جو لاس نو تيليسبيكتاتور فواغ la belle robe algérienne. Voilà, même Khaira il a ça une robe chaoui de Imen Negafa Tlemcen. Et vous avez dit khit, ousmo
كراكو فوالا خيط الروح. انا نقولها في ظهر الزروف. الزروف خيط الروح تيبيكمون الجيريان. سوبر. دونك فوالا دونك ايمان شاركت معكم في الـ في الـ في الكليب. درناه مودرن ما درناهش فول كلور. دونك عرس وليدنا. عروسة وليدي. عروسة وليدي. دونك انت زوجت وليدك. فوالا. تخي بيان. واش يحكي الكليب هذا علاش؟ باسكو شاك كليب عنده سيناريو. فيها ان ديبي فيها ان فان. بون على سيناريو ما نقولكش درنا سيناريو كبير كبير، مي درنا حاجه احنا سبيسيال فات حاجه عراسي. احنا سي لو بوت تاع الكليب سي بون سي 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 سيرتو لا توني بزاف تلعب دور كبير. ما درناش كيما هما الفين يديروا الناس كيما نقولوا حاجه فولكلور، درنا حاجه مودرن. داكور الوغ نقولوا الرياليزاتور بغداد الصلاح يديرنا ديرنا امتي لايف تاع الاغنيه هذيا ابخي نفوتوا الكليب ابخي يلا جوست امتي لايف تاع الاغنيه تاع عرس عروسة وليدي نو مش ما غلطش عروسة وليدي هكذا يا حليلي يا حليلي يا ويا حليلي يا يمي يا لو كان المال في ليا نجيب عروسه لوليدي يا وراها جايد راها جايده وعاني في اللب زايده ولهج سوي غنمرايرا وقعدها ما حرايرا الله يبارك برافو انا شتابلوجي الوغ هذه غنيتها بشاوي عربية وعربيه سي بيان دونك على بالنا بلي كاين نسبتنا باسكو بون انا حسن لي شرف لا فين داني درت كاع لا ريجون تاع الشاويه من بديتها من بلاكه الاولى حتى حتى الفكره ولا كليت شخشوخه حاره ولا ما كليتش؟ كليت ها ودي شوف خيرات تهضر على الماكله خلاص كي طيبها هنايا صافي بليزير كي طيبها تعرضنا تعرضنا بلال خلاص مالا تعرضينا خيرها دي ديريها ولا هو يديرها؟ نديرها. داكور اوكي. فك شوف. شخشوخه حاره احنا خويا معروفه في الشرق. نخدم هذه الشخشوخه انا ورشتها. جرواز. دوكا راح مرضينا دوكا راح كل صباح بصنعه. اسمعي كل صباح بصنعه. بلا بيرو. قاعده مع فنان بلا بيرو عندك شان يوتيوب ولا عندك. عندي لاشين يوتيوب تاعي جديده غير كيما. ما درتها غير كيما ريكيبيريتها كان صار لي بروبليم حطيت فيها الكليب تاعي هذا راني حاط فيها دي شونسون لي لايف تاعي حطيت فيها دي شونسون جدد كاين صافا الحمد لله. خليك معنا بلا بيرو تبع في الحصه وحنا ماذا بينا نزيدو نشوفوك كل يوم نزيدو نشوفوك نتبعوك وسي في باري واش تخدم واش دير اكسيتيرا ان شاء الله خويا بارك الله فيك. سي بليزير بارك الله فيك. دونك شوفوا الكليب تاع الاغنيه واسمها ليك تغنيها دروكا عروسة وليدي هيا جيبها لنا غير هكذا باش نفوتوا الكليب معاها غير فتيتا يا حليلي يا حليلي يا ويا حليلي يا يمم يا لو كان المال في يدي يا نجيب عروسه لوليدي يا السلام عليكم قاعده مع فنان وحنا الفنانين هضرنا انا وخيره واحد السمانه وحنا نوجدوا مع خيره مع الاخر حنا صافي واحد مده وحنا نوجدوا في الحصه هذه قاعده مع فنان وقلت لها نعرضوا نو زارتيست باش تشوفوا الفي بروموفوار اوسي لي زارتيست الجيريان في الغربه شكون دارها؟ بيرسون دارتها شابه خيره وراي هنا حاضره معنا قلت لها نعرضوا فلان 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 قالت لي جيبهم كاع هذه باش تشوفوا القيمه تاع الارتيست داكوغ ماشي خيره خلاص نو خيره هنا مازال ان شاء الله البرودكسيون بالك تخدم معاهم وتنتج معاهم انا ما ديباش ندير الميكرو وتهضري ندير شركه انتاج وننشروا الفن تاعنا الجزائري نوضحوا له صورته بيان ويعرفوا بلي كاين فنانين جزائريين وكاين فن جزائري بمعنى الكلمه ان شاء الله وكاين بوكو دي زارتيست اللي راهم دارقين اللي ما دار حتى واحد اللي نساوهم اللي فهمت مازال ان شاء الله ان شاء الله عرضنا شاب فوزي ولا فوزي غاي لوفر انا باسكو انا على بالي ليستوار تاع فوزي صافي تخي لونتون حنا نتعرفوا دونك على بالي بلي فوزي غاي لوفر وزدتو انا شاب اليوم دونك نحاها عاود نرجعها هذاك واش نديروها فوزي مرحبا بك السلام عليكم فؤاد و لو بليزير بارتاجي وراني فرحان كي راني شفتكم اليوم تاع بغداد وكاع الطاقم سيرتو خير اختي ما شفتهاش صافي دروك عندي 20 طون ديجا و اون بارتاجي دي بون مومون ثاني في الجزائر و دي زيستوار خليها لله نحو النيجاتيف دوك رانا في البوزيتيف باسكو خير خصاي دوك عطاتنا واحد 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 انرجي فوالا سي بون رشاقه رشاقه عطاتنا واحد الرشاقه رانا نترشقوا فوالا الوغ فوزي
تا كومونسي ب 1989 قالوا لك تبع في واحد الشونتور قول لي الستيل ديالو وهراني معروف قول لي ونقول لك انا قالوا لي شوف مي فيها وعليها قالوا لي تبع شويه الحسني في الديبي ومع جبدوا لي نصر ومع جبدوا لي واحد اخر قلت لهم انا مازال ما لقيتكم خلطوا لي هاك وهاك الله يرحمه ويوسع عليه ونصر ربي يطولوا في العمر شوف خويا ولا الستيل تاعك انا مش عارف دوك انت تقولها بان لي انا تبان لي نصر فوالا انا بديت بالغنيه تاع ملي محبوبه قلبي راحت في الالحان وشباب في 90 في قاعه بني خلدون وكنا احنا الدفعه كانت طلعنا من وهران كنت انا شاب عثمان شاب قادير لي زونسيان شاب عثمان باريكو باريكو قادير تاعنا تاع سيك وانا كنت لو بلو جون فيهم خوبيلو انا كنت لو بلو جون كانت عندي تما 16 هكا 15 16 واش غنيت الاغنيه تاع محبوبه ملي محبوبه قلبي راحت تقدر تجيبها لي غير شويه باسكو راحت ملي محبوبه قلبي راحت كرهت الدنيا باللي فيها ويلا شفتو دمعتي طاحت عرفوا باللي بكيت عليها فريستي هنا عقلي في الغربة مع هاد المحنة أنا شاب راسي قولوا لي وين تولي لي أمري تبرد عليا هاد الكيا هادي يا خويا غير مقتطفات شوية محبوبة قلبي راحت يا حسرة ومن بعد سيتي نصرو نصرو خونا وفوتنا ثاني ما تشابين معاه كي كان في البلاد على ليبوك لي زاني 93 92 وكاع والحمد لله درنا ما نقولكش اون كارير ارتستيك ايمونس درت لا كارير تاعي باسكو انا ديجا ما كنتش في الراي كنت بلوس كولتورال كنت ندير لي سواري ما كنتش في الملاهي ما تخدمتش كاع الملاهي في الجزائر مي كانت عندي علاقات مليحه مع المنظمين حفلات نور الدين بلغالي نور الدين كافايتي هنا في باري الحمد لله نصروا لابيكو نصر تاع العاصمه تاع القبه تاع العاصمه الجي خدمت كنا نخدمو الحمد لله الحمد لله ما كانش عندي ان نون مي جي ايسي دو مامبوزي لو نون تاعي تو دوسمون الحمد لله شوف كاينه كلمه قلتها الخير في ديبي تاع ليميسيون هذه او توك فام ريبوندات لي داكوغ واش هي الخدمه تاعك الثانيه نقولوا ارتيست ثانيه دو كوتي نو تقدر تقولها ولا عندك ولا ما عندكش لا ماشي ما كانش عندي مشكله انا بالنسبه لي الفنان ما يتكلش على الفن انا كي كنت في وهران ليبوك كنت نعقل كنت كي نهود من الجامعه كنت نهود نو نهضروا دروك انا راني ريسبونسابل كوميرسيال ملي جيت لفرنسا شوي ان ريسبونسابل كوميرسيال اون بليس للفن تاعي اون كروند سيرفاس شوي ان ماناجير كوميرسيال الحمد لله دونك شوف الكلمه اللي باش نولوا الخيره اش عندك هنا في فرنسا؟ دروك راني هنا من 2003 تخي بيان ايماجين جيت اليوم لفرنسا وتعرف غير تغني ما عندك حتى ميتا كوتي لا تعيش ولا ما تعيش؟ ما تعيش شو راجل ويقول هاك بولادك وكاع لا ياك؟ لا لا دوكا كيفاش باش الناس يعطوا يشوفوا بعين الاعتبار المرأة اللي جاية بأربعة أولاد الله يبارك كان فيهم صغار وكان فيهم مام كبار المعيشة سهلة؟ لا أنا كنت ما نكذبش عليك كانوا ديزارتيس يجوا من وهران كنت كي نهود لي فاكونس في وهران نعطيهم أن كونساي نقول لهم لا تجوا في هنايا ما ديش الفن هي الأولى تاعك باسكو با تكون ستار اللي تكون عندك أون بواط دو برودكسيون أن كرون ماناجير كي تو في تورني بصح با تجيب تقول الملاهي في فرنسا غيرك أبار لا دير خدمة باه دير لا في تاعك أبار والدومين ارتستيك أبار هكا باش يولي جوست حاجة زيادة تخي بيان فنان نعرفه باسم تاع الفنان لارتيست ودوكا ولي ولاو بريسك ماشي كاع ما نجمش عندهم أنا نقول الكلمة هذه أنا خرجتها وإن شاء الله تكون تعجبكم خرجت واحد الكلمة يقولها ارتيست داكوغ كاين بزاف الناس اللي حبسوا الناس نساتهم نولي واش كنت نقولوا شابة خيرة الدنيا مع الواقف مع الواقف مع في الميديو هذا مع الواقف راك فنانين نهضروا عليهم وي باش غير ما تجبدوش اسماء بون يقول فاهم يفهم روحه دونك فوالا نشوفوا كليب ديالك وي فصل ونواصل دونك ضيف تاعنا اللي راهو قاعد معنا في الطابله مع شاب خيره سي ياسين غربي
اللي راهو موجود معنا ياسين غربي اللي راه بيان سور يدير بروشينمون في لا رونتري ليفينمونسيال تو سكي اون فادير لو توب دي توب. كيفاش دخلت الفن؟ شوف في الدومين تاعي اللي نخدم فيه خدمتي تسمى خدمتي لا باس لا باس لا 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 اون بات دو 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 فوالا كاردينا سيكوريتي فيديو خدمت لي زيفينمون خدمت في البارك دي برانس بي جي كاين دي سواري عيطوا لي نخدم معاهم وانت بديت تشوف كيفاش يورغانيزي وكاش يديروا منا خديت هاد الفكره هذه جات في راسي وقلت كاين ناس ثاني حبابنا مني كذا كي قالوا لك بوركوا با جو مي سونجاجي في هذه قعدت شاورت راسك ما شاورش والله دخل ديريكتومون درت كوم سا قلت جي كري ان جروب جروب ايكغيك جي نو بصح كاينه حاجه اللي يخافوا منها لي زارتيست بون كالكوزان داكور يخافوا من هذوما لي زورغانيزاتور ولا لي ديرو ليفينمونسيال يقول لك فوالا ولا ربح يطلبوا لو بليس ولا ما ربحش لازم يدوا الكاشي تاعهم صح نعطيك من الاخر انا يلا صح انايا كي خدمت مع الناس قبل ما يطلع سيرشان يخلص يدي الكاشي تاعو قبل ما يبدا يغني ربح ولا خسر والله ما شوف نقول لك في الحوايج كيما هادو اجي ان برانسيب هكذا خدمت وجيسكا ما خلصش مي سي با ان بروبليم مي لا مي الميزيسيان جوسكا ما يعيطوا لي وحبوا يخدموا كاين لي زارتيست كيما انا اطلع في الميكرو كاين دي زارتيست كيما انا كون نكون خدامه مع واحد ولا ما خدمش ما دخلوا له الناس ولا ندير معاه نولو السوسيال نحشم الله غالب شد تخدم كنت واحد خدام معاه وكل شيء واحد يلق له تكون مساعدة فؤاد واحد مش يشق دراهم دراهم مش كل شيء صح اليوم كاين غدو ما كاينش بصح ماشي تربحي بنادم و... تربح بنادم خير ما لا تخسره انا صرات هدية صافي با لونتون واحد الى اورغانيزي باش ما نجبدوش اسمه سي محمد الى اورغانيزي ان ايفينمون وليفينمون هذا ما مشالوش كان ضرب بلو مي ليفينمون دارو دون زين كون سار ما مشالوش بصح لي زارتيست اللي كانوا تما تفاهموا بيناتهم كان واحد برك سوسه تفاهموا بيناتهم قالوا لازم يخلصنا سيد راح جاب دراهم موجة عطالهم كاع قال لهم السلام عليكم با بروبليم ما كانتش كيما يقولوا كيما قالت خيرا وين اخت ما خدمتش انا سي بون ما تخلصنيش كنا هكاك بكري مش كيما دروك انا هكا كنا بكري وشديها وشدتها انا مازال شد سبحان الله ما خدمش بين ديلا انا قبل ما نورغانيزي حاجه فؤاد عندها ان بيجي تاعها عندها ان بيجي تاعها اكزاكتومون واش كاين مني كنديرو ميم بليس هكذا باش نكون انسان صالح يا بخي تبقى بيني وبين اكزاكتومون فوالا ما خدمتش فوالا دونك عندنا دوكا نقفه ايمان دخلنا ليندا افيك اون روب شاوي اكسترا اوردينار خلوكم وتالقوا معنا دوك ياسين قربي خويا خلينا نشوفوك في نجو ان شاء الله لو بروميي اروحوا قبل ان شاء الله لازمك تعديو بروغرام ان شاء الله كاين مع خير ان شاء الله ومع هذا كاين فوزي اللي فات معنا كاين بيرو كاين قافه وسي هديه لازم نخدموهم ربي فيها خير كيما قالك الانسان ونخدم سيتو انا سيتو نقول لك انا ان كرون بليزير دونك لا رونتري سا فيت رونفورس ان شاء الله ربي يطول العمر برك انا ان شاء الله بارتي سبتمبر ان شاء الله كاين بروغرام ياسين غربي او يسنى فيكم في ليفينمونسيال في لا رونتري سكولير ان شاء الله à partir du mois de septembre, au Khalukum Ana. Fasal Wan Wasal. Après le passage de Linda avec la robe Kabyle, avec Rop Al-Khaba Elia, نقفش شدت لمسان شوف ça il y a une histoire c'est toi qui le porte magnifique machallah alors Iman une petite présentation نتعرفوا بك والمشاهد يتعرف بك Alors, j'étais connue dans les mariages pour... Alors, Iman nous vient d'où? Algérienne, d'où? Ah oui! Voilà, là j'ai dit, mais il faut continuer après. Alors, je suis algérienne, d'origine de Tlemcen. Je l'ai berkfik, berklaoufik. Et j'ai grandi dans une famille qui adore la culture. C'est pour ça... Donc, Felfen. Felfen, exactement. Artistiquement parlant. Exactement. Et une famille qui vient de la Révolution.
C'est mon père, il était révolutionnaire. Alors, c'est le sang révolutionnaire et j'aime bien la réussite. Du coup, comme je suis venue ici, je me suis dit, pourquoi pas, il n'y a pas... Je me suis lancée au début, Fléchita. Je suis connue, spécialisée Fléchita. Et j'étais connue parce que je sais pour faire la Fléchita dans les mariages. Et il m'appelait Imen Tarvitel Fléchita Naïtola dans les mariages. Après, c'est les clientes qui m'ont poussé de plus en plus. Ils m'ont dit qu'il faudra ramener tous les tenues. Ça doublait direct aux clientes. Non, non de... ici voilà. En France, directement. Ah, t'es née en France? Non, je suis née en Algérie, à Tlemcen. J'ai grandi là-bas. Et après, je suis venue. Et depuis l'âge de 5 ans, je faisais des allers-retours. Je me suis installée il y a 12 ans ou 15 ans d'ici. Ça fait quand même... je suis ancienne ici. Exactement. De c'est là ça commence. Non, il n'y a pas vraiment ça. Non, Kane, mais la qualité est Makesh. Exactement. Et Shedda, il n'y avait pas vraiment. C'est ça qui est venu l'idée parce que moi, je cherchais Shedda, mais je ne trouvais pas. Je me suis. Tlemcen, exactement. Bah, Shedda. Oui, bah, Shedda, ta Tlemcen, comme toutes les robes algériennes, elle a une signification. Ça veut dire Shedda, déjà, elle fait 15 kilos. Ou Shedda, je dirais à la Arosa, parce qu'il y en a quand j'animais des mariages et tout ça, qui dit qu'elle est prête à la marier, Shedda, elle dit qu'il faut tout de suite. Parce qu'il y a le poids, en plus c'est le poids qui fait ma'na. C'est quoi le ma'na? Oui, après on va se présenter devant tout le monde. Alors c'est quoi l'histoire de 15 kilos qu'elle porte la mariée? Elle le porte, parce qu'il colle bleu la rosa, la hatqila, ça veut dire elle est rasna ou tqila ou elle tsbar ala tqil ta le mariage. Bien sûr. Oui, le معنى تاعها باش يشوفوا العروسه كي تصبر هذاك التقل, ça veut dire elle tsbar ala tqil pour مع راجلها مع دارها. Exactement. À la biha il colle le hak. Gadi kant kan ya makan. Exact. Ou droka. Ou droka. انا بنتي هنا لي زوجت تغاشت بشده مسكينه. هذه كانت صغيره والله لا تغاشت ولا جمت مسكينه انا بولا ولا مي سون مارياج جيلتها الله يبارك ما شاء الله ثلاثه توني تغاشت بيها ما غديتش. الوغ ايمان لي روب هذوما اكيد تخدميهم هنا في الجزائر ولا كيفاش ديري؟ دونك ما جو في دوني ان نو بتاتخ. الوغ اللي ما ديرش الشده ماشي هي. احنا ناس الغرب عندنا كامل ناس الغرب مستغان معسكر كلش. الشده سي اوبليغاتوار. كيريكو كيريكو شده المساء بيان سور. روب كابيل روب شاوي. وي مثلا لي روب هذوما انا جو في دوني ان نو ابخي تو بو مي دير ستيليست ولا كافا باسكو انا جو فوا اوسي دون تو ستيليست. تري بيان. اكزاكتومون. دونك لي روب انت ديريهم ولا سي توا كي في لو ديزاين وتخيطيهم؟ فهمينا. في لو ديزاين. تو في لي ديزاين. Oui, exactement. Moi et mon équipe. Je ne suis pas toute seule. On est une équipe. Je remercie d'ailleurs Sarah de RMS. Elle m'aide trop pour les designs. Et après, on a des couturiers aussi qui travaillent pour nous. Alors, ils me montrent les modèles et on essaye de... Avec les catalogues. Exactement, de répondre aux besoins des clients. C'est-à-dire, une cliente, elle vient, elle me dit, oui, j'aimerais bien ce modèle-là avec ça. Et on prend les idées et on essaye de développer quelque chose. Donc, la mariée, juste une chose. La mariée, elle peut faire... Allez. Entre autres, 60 kilos, comme il y en a une qui peut faire jusqu'à 80. Les robes, comment, avec plusieurs robes? Bien sûr, on a plusieurs robes avec toutes les tailles, oui, de taille 36 jusqu'à taille de 50. Ah, le mensouj, exactement. Mensouj, oui, c'est vrai. Donc, tu n'as pas besoin d'y aller là-bas maintenant. Qui te dit, benet, clair, mahana, ou l'aide, kahana? Non, hada, ou l'aide, mahana, mahana, ya. Hada, mahana, mahana, shalat, zoudji, ou mahana, ou flaz. Alors, Imen, depuis quand tu es dans ce métier-là? Depuis 5-6 ans. Et je me suis lancée après le Covid, il y a 2 ans de là. Et je me suis lancée vraiment dans le Fléchita, ma spécialité. Et après, maintenant, depuis un an, on fait un peu de tout, toutes les robes algériennes. Et on essaye de diversifier chaque région. Un couturier de la région, c'est-à-dire la robe kabyle, je l'ai fait en kabylie. Parce qu'ils savent vraiment la signification. Exactement. Donc, il y a pour les hommes, tu fais habiller que les femmes ou les hommes? Parce que les mariés, c'est les deux. Je sais pas moi. C'est vrai? Donc, vous habillez les deux. Exactement. À la belle classe, tu as le bouche ou tu as les chapeaux? Non. Andel aussi. Andel aussi. Exactement, Andel aussi.
Voilà. انا هذا كاين لبسو جدي في القصبه على ليبوك فوالا دونك الوغ ايمان الناس اللي راهي تشوفينا كما قلنا لهم كما قلنا الياسين وكما قلنا الرجاء كما ابار الفنانين اللي يغنوا نعرفوهم كاسكو غا فيغ ان شاء الله من الحصه هذه قاعده مع فنان اون فونيغ تو فيغ ان بورتري اون تو سويفغ ان شاء الله دون اون جورني في الدار في الخدمه اي في لا بريستاسيون تاعك ان شاء الله هكذا باش المشاهدين اللي راه معنا يقول لك ايمان ما شاء الله نقافه شدت لمسان ستيليست دونك واش هما لي ريزو تاعك باش الناس يتصلوا بك الوغ سي الريزو انستغرام سي نقافه شده باي ايمان شده باي ايمان باي ايمان اكزاكتومون يا لو تيري دو دو 8 اي لو ريزو فيسبوك سي نقافه شده باي ايمان Et après, il y a le TikTok, Shedda by Iman. En fait, je l'ai fait, ma marque, le nom de ma marque, Shedda by Iman. Comme j'étais connue par Shedda dans les mariages, ils disent Shedda by Iman, on l'a laissé Shedda by Iman. Donc, on a dit que les Jazériens ou les Jazériens dans tous les pays de foot, où ils sont Iman, et ils vous donnent les robes, et vous laissez avec nous, après le fassel. Merci. نعود نولي لكم في الحصة تاع قاعدة مع فنان مع المطربة لا كوكلوش لا ديفا دوغاي كافي سون روتور كيت افيك نو اجوردي وراهي معنا خيرا مرحبا بكم كون غيفا وطولنا عليك ميرسي فؤاد الله خويا فقراسي وعينيا دابيا شرفني حضوري معك خويا وحضورك معايا ربي يحفظك يسلمك وعندنا الضيفة تاعنا اللي راهي قدامك سي مدام بن سعيد راجا بورتور دو بروجي فام دافيغ بونجور اختي يشرفني الحضور تاعي اليوم معكم يشرفني نكون مع الشابه خيره نجمه وهرنا نجم نقولوا انا وهرانيه نجمه وهرن وتاج راسنا ثاني نقولوها ونعاودوها الله يبارك الله يبارك يخليك دائما منوره ان شاء الله جو ريميرسي بور لانفيتاسيون ربي يحفظك رجا عرفينا بك الناس اللي راهم يشوفوا فينا شكون هذه رجا فنانه ولا ماشي فنانه دونك فنانه في لي زافير فنانه في لي زافير برجاء سي اون اوغانيز جيت هنا على لاج دو 25 ans شي مامون دو 3 انفون امين يا ربي خدمت تحت ونت والحمد لله يا ربي نجحت في واحد البروجي ودرته هنا ونجحت به وان شاء الله نعاود ننجح به في بلادي باسكو حليته ثاني في الجزائر وفي وهران بالذات الوغ فهمينا رجاء عندك دائما واش دير رجاء واش هادوما فام دافير ما شاء الله مي سي كوا رجاء فورنيسور دو برودوي برودوي ما نقول لكم شو السميه نخلوها سوربريز برودوي كوزميتيك داكوغ سي اون مارك نو يا اون مارك ا موا يا اون مارك كو جو بورت سي اون مارك تري كونو مونديالمون اي جو سوي لو سول ديستريبيوتور ان فرانس le seul fournisseur distributeur en France ma عنديش concurrent ou في الجزائر ثاني j'ai le même contrat en Algérie aussi في وهران يبارك فيك que وهران ولا après وهران وزيد ديسباتشينغ ان شاء الله نخلو غير تحلوا لنا الامبور اكسبور ان شاء الله ونوسعوها في كاع البلاد كيما رحنا ناجحين هنا نجحوا شد المرأة الجزائرية كي مكافحة وكي تعاول وتبغي توقف سي توقف شوف قالت لك خدامه هنا وخمت تحل بروجي تاعها في البلاد بيان سور بلادها بلادها باسكو زدت في البلاد زدت في البلاد وحتى ما زدتش في وهران اما جا وهران زدت في لا رو 5 جويي اون فاسي سي لوتفي ميرامار ميرامار دونك حبه ما راك هنا صافي 25 عام حبه ديري درت ديجا ما سوسيتي الي ديجا ايترنال اسبوار جي ايترنال بيوتي اون الجيري وهران عندي اختي مشاركتني فيها الي اسوسي افيك موا هي اللي تقابل توسكي كي نكون انا غايبه هي اللي تقابل تماك مي الحمد لله شركه طلعت ومقيمه في وهران ونعاودو نوسعوها جي دي كليونت في ادرار جي دي كليونت في الجي الله يبارك عندي دي اسوسي بارتو ان شاء الله كيما نوسعوها هنا La chose qui marche actuellement en Algérie, bah, vous allez me dire Fouad, t'as qu'à deux mois et demi, qu'à un mois et demi, t'as fait ton enquête. Bah oui, j'ai vu que le cosmétique et les quand le mec là ou le cosmétique fait le Jazeera. Nous avons beaucoup de chabats quand même. Ah oui. Hein?
Surtout avec des produits. Des bons produits. Voilà. Les produits les عندي ما نكذبش عليك, c'est des produits très sains. C'est à base de tanin, c'est des produits très très sains. Ça m'a mais de roche charme, c'est normal. Tout ce qui est les pH oui, et tout ça. Oui, oui, c'est des produits qui sont pas chimiques. زعما كي ما نبغيها لروحي نبغيها للناس الاخرين, كي نبغي انا نكون عندي حاجه مليحه ما نجمش نبيع حاجه. Dans les normes européennes et internationales. Exactement, le produit il a été déjà testé en Algérie, accepté, accordé par l'État. C'est pas facile. Alhamdoulillah. Ouais. Oui, c'est pas facile, mais ça a été accordé parce que c'est un produit mondial. Wahna dert un organisme de formation. J'ai une société de formation aussi qui s'appelle l'Académie B. Raja. Très rare. Avec le mahdi, je retiens c'est un organisme de formation. Un organisme de formation. L'organisme de formation, c'est que nous, notre société, quand on vend les produits chez les professionnels, on est obligé de les former. Pour les former dans les règles et dans l'art, on a eu l'acceptation de l'État, on s'est formé, d'accord, et on a organisé des formations, qu'on fait des formations agréées par l'État. Certifié ici en France. En Algérie, on va faire la même chose. Comme ça, on va rester sur les mêmes protocoles, Inch'Allah. Donc, ça sera dans le domaine privé. Inch'Allah. Si on peut avoir un partenariat avec l'État, c'est encore mieux. Mais Dabina, bien sûr. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, il a dit, bien sûr, on va aider la communauté algérienne et les ressortissants algériens à venir. Ouvrir des sociétés et tout ça, et oui, on est là pour les aider. Inch'Allah, علاش لا, Inch'Allah. Kima rahna ndirou hna khassa ndirou tani fi bladna. Inch'Allah. Si on réussit ici, il n'y a pas de raison qu'on réussisse pas. Donc vous allez former un staff, vous allez former exactement. Une équipe. Exactement. Faire une équipe qui va se déplacer dans les salons pour former les professionnels. Et après, bchouya bchouya, hten kebro, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. On a le potentiel et qu'on a le potentiel. Ou la radna, même les moyens, on en a. Khasna le courage, vous savez, on rêve de rohna. Un peu de valeur et de principe, et Inch'Allah. خير هاتلاش الميكرو عند واحد كيما قلت خير قول يا خويا تعجبتك هذه تاع وهران والاستيك والدنيا خير ولا دير غير هكذا دونك بوركوا با ان بارتناريا مع شبا خيره دون لي بروجي ها ورانا متفاهمين على هذه الحاجه هذاك جبتكم انا باش تفهموا هاك ولا نلقاوه في رحبه على هذه الحاجه بروجي البو اتر لومباسادريس دو برودوي ها واش راك حاسب ها ورانا قاعدين بعطل هنا وفي الجيري سيرتو في المهجر سيرتو في الغربه ان شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله خليكم معنا ميرسي ابو توس قاعده مع فنان مدامز ميسيو شير تيليسبيكتاتور تيليسبيكتاتريس خليكم معنا في القاعده مع فنان قاعده مع فنان بدينا مع فنانه المتالقه لا كوكلوش لا ديفا انا زعما نزوق دوكا ولا لا ديفا شابه خيره qui nous a ouvert son cœur, elle a parlé, elle vous a expliqué, mais la fin sera mieux. Kadou Mana, on a des frères, Djibna, Motareb, Chabreda, l'un des premiers, on a fait faire ça, même pour le Jazeera. Mais les anciens. Rien à ma gueule, elle m'a dit, tu sais, les interviews, Mortech Tbda, Mortech Bdit, etc. Alors que fait le film Tarraï, Chahel Hagda, Kaya. Tu peux dire que je suis le plus ancien et le plus j'étais le plus jeune. Le plus jeune, le plus jeune musicien et chanteur. Que la conclusion. Voilà. Début et la fin. Voilà. Très bien. Donc où est-ce que nous tenons les dafs le Rai, parce que le Rai, donc là, معروف au niveau de l'UNESCO dernièrement, on a eu la reconnaissance matérielle de la musique Rai qui revient. Mesdames et messieurs, vous pouvez être fiers, les Algériens et les Algériennes. Et revient à l'Algérie. Hadl bled al-ariqa. Alors, qu'est-ce que tu vas. Quelle est la chanson qui te fait quelque chose? C'est quoi ton rail à toi? Mon rail? Un rail, c'est l'Inde l'Akdim. Oui, voilà. J'étais parmi les chanteurs d'Abakri, c'est-à-dire le Sha'al Melhoun, tout ce qui est Chef Fethi. بشنات الله يرحمهم ويسامحهم كانوا في العمر بشنات و لي زونسيان بلاوي صوالح تاع بكري بون اون ايسي دو بعد دو ريكتيفي ان بو درت ان بو شون ساهل ومودرن داكور نسمعوا كل يوم شويه ولا لا لا فؤاد غبن اللي من رضا انا من عرفه صافي 20 طون صافي 20 طون ما تلاقيناش صافي 20 طون ما تلاقيناش انا محمد الامين On a travaillé un petit peu ensemble, ouais.
دونك الخير غوديان ان شاء الله تكون معاها كلات عندنا الكسكس ثاني ضربت فيها طعم عندنا هذا من الشيخ شوخر حنا الكسكس حبيتو تقتلنا اليوم الكسكس تحيه الكسكس في دار وينك في دار النهار هو فكرني كنت خدامه غادي نخدم في الزينيت في كازي في الجي ربحت عليها حتى هات شو الميكرو ديال تاع الماكلة راح تجوعنا اليوم كانت عندها طعام عيط لي عيط لي عيطوا لي على خدمة في كازيف كنت خدمة في كازيف طاح شوشة طاح عليا تما كونترا 540 مليون سمحت في الغيسي بي سي وهوت والله ورينا واش سمعنا اليوم يا اخي كوم تو فو با بروبليم نسمعك ما مغنية تاعي قديمه جديده وغنيتها يا لونطون وشاعوا بها عيطة شبان هذه نديروا هذه واش اسمها الاغنيه هذه تاع عيطة شبان خلا دار امها الزين عندها يا ودي غنوها تو انا مورايا من بعد لا فان ايزون في دي سوكسي افيك تري بيان جو دي با نو مي ضايع بالك دوك ليميسيون اللي راهي جايه بالك ان شاء الله نديروها انا هذه لا ميوزيك اللي درتها سيتي بور كري اون دونس كانت عندي كان عندي الله يرحمه الهواري كان معايا الهواري كانوا زوج هواري هواري ان هواري دو هذا الهواري ستان دونسور كان يخدم بكري في ليدو ترافايا اون انجلتير ثاني كان مرتاح ثاني يفوزي دو لا دونس كلاسيك دونك جاو الى فولي بارتو لو موان دو فير اون دونس غراي الى فولي كري اون دونس راي قال لي جو فو فير كالك شوز ان ديمونستراسيون دو دونس قال لي اسكو تو بو فير اون لحن اون ميلودي تاع راي قلت له توت سويت جو لي في اون 5 10 مينوت قال لي لي بارول قلت له جو في لي زيكريغ اون 2 سكوند ثاني نعقل بون جي مي اون دومي جورني كتبتها في نهار نعقل هذاك النهار موسيقى وكل شيء هو الى ايتي جي بروغرامي لا بوتا ريتم جي في تو درنا ان سينجل خدمنا هذيك لا شونسون درنا هذيك لا ميوزيك افيك لي دونس لا دونس كلاسيك تاعها دارها ومن بعد راه مسكين اينا با بون ما طولش من بعد ومات مسكين دونك بروشينمون بيسك اون با دي خيرا الي دون الميليو تو تي دون الميليو دونك اي فا بار ان روتور اوسي بور تو Pourquoi pas Je ne sais pas si le retour. Je ne sais pas. حسن عرفنا بك باش الناس اللي راهم يشوفينا يعرفوك ويعرفوا المقام تاعك وين موجود بون حسن بيغيس ان اورغانيزاتور دو سواري دو مارياج شو ان تريتور اوسي دونك سا في 20 ans que je suis dans le domaine et on organise tout ce qui est événement on va dire algérien et maghrébin en général دونك كاع الاعراس وكاع الحفلات الجزائريين يقوموا عندك هنا في صالون الامارات تتافي وي وعلاش خيرت الاسم صالون الامارات فيتي هي حاجه هكذا تقدر تقولها غير باش ما ندخلش في الموضوع هي اماره اماره سا فو با دير يعني خوتنا الاماراتيين ولا حاجه دونك ميم دون طون الجيري لي تون اماره اوسي دونك سا سان اوماج تخي بيان الوغ صالون الامارات اللي موجود في فيتري سور سان حسن مولود في الجزائر؟ تطافي وي في اي ناحيه من الجزائر؟ شويني بني ورتيلان اكزاكتومون بني ورتيلان فوالا دونك ازول فلاك ازول فلاك مرحبا يسون ميرسي بوكو فوالا في الحصه ما عرفتش كيش يقولوها بالقبيليه مي قاعده مع فنان وانت راك باغمي الفنانين باسكو رانا نتعرفوا بليس دو اون فادي باش نسخروا روحنا شويه انا ما عنديش شعر ابيض مي بلا حياه ابيض اون فادي بليس دو 20 ans داكور باش ما نقولش بليس دو 20 ans ما نكملوش عليها تطافي قعدت دوكا تعرف الناس بشويه بشويه حتى وين حليت حاجه اللي راك فيها مسؤول و اون فيت افون جي كومونسي اون تونك تريتور اي افيك ليفولوسيون افيك لو تون جو مي سو روتروفي دونك جيران دو بليزيور ايتابليسمون ان فيت ديفينمونسيال دونك تريتور اي سالون ميريت جي كيلكو دومين اوسي دون 77 Tu peux nous parler un peu plus ou c'est quand tu veux Qui m'a dit Tu as dit Posez-moi des questions, je vous réponds. D'accord, c'est quoi c'est, à part le salaire en affaire, c'est quoi des domaines à demain Je vais vous parler de l'Algérie, de l'Algérie. Les domaines, bon, ce sont des établissements comme des châteaux en fait,
qui se retrouvent en région parisienne. C'est comme la campagne en fait. Et là, si vous voulez, le climat et l'entourage, il est différent par rapport à celui de Vitry en fait. Là-bas, c'est plus de verdure, c'est plus de... Avec plaisir, oui. D'accord. On viendra dans l'émission la deuxième, Inch'Allah, où on joue chauffeur, qu'on joue l'amal tawak. Donc, les mariages, les comobihomines, c'est des mariages hydro typiquement algériens, ou là, Bzarnab, Blkadad, Blhannab. En fait, 90% de mes clients, ce sont des clients algériens, qui viennent de toute l'Algérie, que ce soit de côté de l'Oranier, de Constantinois, donc de la Kabylie, jusqu'à toutes les régions d'Algérie. Tu as vu des mariages ici, Kabylie. Récemment, j'ai fait même un mariage de Tamarast. Tamarast. Oui, et ça m'a fait un grand plaisir aussi de le découvrir. C'est quoi les traditions de Hamad et les gens de Tamarast? Les mariages dans les Algérois, les Kabyles, ou là, un homme تقاليد نو عندهم تقاليد وعندهم معاويدهم ان بو ديفيرونت وي وشنو هما تقدر تقولنا غير هكذا ونامو في الماكله باغ اكزومبل في لا روب لا ميوزيك اوسي فوالا دونك دونك لا ميوزيك سي دو تيندي سي دو صحراوي دونك سي ان بو ديفيرون باغ رابور او ريست دو الجيري اوكي دونك حنا نقولوا للناس اللي راهم يشوفوا فينا يقدروا يتصلوا بالحصه قاعده مع فنان ويلقاو في اخر الحصه بيان سور لي كوردوني تاع حسن بن غيل سيسا صالون امارات خويا بارك الله فيك فيك بارك الله واش باغي تقول للمستمعين والمشاهدين اللي مشوا فينا في لاتيلي في الشاشه على اوكازيون تاع العيد الكبير نقول لهم دافونسي دافونتاج نقول لك عيدكم مبارك عيدك مبارك تلك انتما والحصه و قاعده مع فنان والقاعده مع فنان وليزانفيتي اوسي ان شاء الله وان شاء الله ربي يثبت كيما نقول حول بلادنا وتولي في حاجه واحده اخرى الجزائر ثم الجزائر وبعدها وما ادراك بارك الله فيك حسن بن غير خلينا نشوفوك ان شاء الله في كاع لي بروجي تاعك نجيو نزوروك وتورينا لا ريجون تاع 77 باسكو يقولوا يحكيوا لي بزاف على لا ريجون تاع وي سي اون تري تري بيل ريجون سي فري سي دو لا فيردور تو سي تو دونك سي ان دومين جو بيان دو بروندر سا في با ميم با اون سيمين donc qui n'est pas encore tout à fait connu au niveau du public, que je vais vous faire découvrir donc à travers nos événements dès la semaine prochaine, Charles. Très bien. خلوكم معنا في حصة قاعدة مع فنان. Très longtemps. Les nsawa comme كانت تقول شاب خيره الدنيا مع الوقف في هذا الميليو ارتستيك وانا نزيد نشاركها في هذه عندنا مكالمه من باريس نكلموا الفنان المتالق شاب زهواني الو بونجور شاب زهواني الو شكون معايا خوك فؤاد راهو شتك في وهران شتك في العاصمه صافي بليزير راك تبع فيا نعم قلنا نجيو لك نزال نعيطو لك باغ تيليفون الله يحفظك الله يحفظك الله الجمهور تاعك توحشك واش باغي تقول لهم اليوم راهي معنا موجوده شابه خيره موجود معنا الضياف الكبار كاع اللي تعرفهم واللي ما تعرفهمش خيره واش باغي تقول لها واش باغي تقول للناس اللي راهم معنا الشابه خيره نتمنى لها ان شاء الله النجاح في كل الميادين تاعها ان شاء الله الناس يطلبوا يشوفوا زهواني مره اخرى على المنصه ولا تسمع فيها تسمع فيها مليح الا يشوفوني على المنصه معليش ماشي مشكل ولكن عندي صافي الصوت راه مشى بعد العمليه اللي درتها ان شاء الله صحتك يا شراهي الحمد لله على كل حال صافا شويه راني متبع العلاج ومتبع الأدوية تاعي وعلى كل حال وعلى بخير وعلى عندك ميساج حبيت تفوتو للناس هادو اللي توحشوك
ولا الناس اللي خدموا معك؟ واش نقول اخويا ما سقسينيش غير على الماضي. ماني الماضي كان شويه عندنا مخربق شويه مشاكل شويه اكثر. الناس تسعى على تسمع الناس يحوسوا بزاف كما يقول لك بهذا خصو يسرزق بهذا وهذا يسرزق بهذا. ما سقسينيش غير على المسلم ولا المعتزله. هذا ما شافوا هذا خويا اثنين وي الحاج كان سقسيني اليوم راني تفرق قلبك. ماشي نفرق قلبي راني نحيد السيطرة على شي ناس متسترين ماكا ولكن منهم لله وخلاص. دونك زواني ما خرجوها كاش نهار ولا لا كاش نهار ربيطوا لك في العمر على كل حال. امين امين. يجي النهار وين تقول الصح ولا تديهم معاك؟ نطلب الرحمة لخونا جعفر الله يرحمه وعلى الفنانين المغاربين اللي توفاو فتحي ويا وينات وخوتنا كاع اللي توفاو. نطلب لهم المغفرة والرحمة من عند ربي إن شاء الله. ونطلب طول العمر إن شاء الله لكل باقينا على قيد الحياة ومن التدافع لنفسي. مرحبا بك تكون معنا في قاعدة مع فنان وتحكينا على كل شيء. ربي يطولك في العمر. لي هو الحق من يدعو ما قال لك واحد ما يدعوش ما يمشيش على الحق غادي يتسمى باطل. الانسان يقول الحق حاجة اللي يعني صحيحة يقولها اللي ماشي صحيحة ما قال هذوك حاجة اللي ما نعرفوهاش وما على بال ما عندناش عليها علم ضروري ما غاديش نقولو. ولكن الحاجة اللي عندنا عليها علم نقدرو نقولوها إلا واحد ياخد الاحتياط. هذا مكان الاحتياط على غاش رانا في وقت تقول كلمة تسمعو هكا تما تقول كلمة كي شابة كلمة تلقى روحك تما. كاين بزاف المطربين القدم اللي بديت معاهم نتايا ولا اللي بداو معاك هضرت لهم عليك وشت الدمعة في عينيهم. ما نقولكش الاسماء باسكو راهم معايا هنايا وراح يشوفوك. سلم عليهم بزاف بزاف. كاين بزاف بزاف كاين من كتاب كلمات منهم ايا نقولوا شويه كاين دي 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 نو كاين كادر سوناكم راه مسلم عليك بزاف بزاف. ما تأمنش غير نجبد اسمك يقول لي فؤاد احكي لي عليه كاش راه. قال لي سنة كم يعطي الصحة بارك الله فيه وربي يطول في عمره. شاب طريق؟ طريق تاني الله عمر هدر طريق وليدي وكبر معايا وكان شعري وإنسان محترم وإنسان يعني ظريف وشيف صحراوي محمد الله يود الحاج محمد الصحراوي. الله نتمنى إن شاء الله كاع نلحقوا لك ان شاء الله. زيد شكون الوغ كان معايا وسي حميد حميد لك كثر خيرو فوالا حميد عبد الحق عبد الحق شوف يبان يجيب لك في القدم دركا. يا رام هاد الناس كي هضرت لهم هكذايا ولا غشط الدمعه في عينيهم قالوا لي فؤاد نهار جيبوا زهواني في الباطو تاعكم ولا تقابلوه ولا تكلموه قولوا له بلي انا نحبوه. انا ثاني نحبه كانوا عزاز عليا بزاف كلهم راهم في مارسيليا. وي كلهم في مارسيليا تاع الشاب الغازي الغازي والله عيسى 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 ثاني يخدم معايا. عيسى بدا معايا عيسى نضج انا بزاف لي وي كاين بزاف تعاملت معاه الهند القديم هذايا تعاملت معاهم بإحسان بإحسان ونصائح وان شاء الله ووصلوا للقمة. عم يعرفوا سماوتهم ما نقولوش دوام كما يقول لك الزواني واش الزواني شكون اللي عطاها الاسم؟ لو ما كان الزواني ما تكون الزواني. تخي بيان شكرا. هذا سكوب هذا سكوب. لو قلنا ما كانش الزواني ما تكونش الزواني. لو ما كان الزواني لو ما كان ما كانت الزواني خلاص كلامك على الصواب كلام مفهومك قلته هذاك ما كان. باش ما نطولوش عليك زواني ربي خلق ادم قبل حواء
شابة شفت تقول لك حاب تجي. واش راك متمني الزهواني؟ تمنى ما عنده حتى حق في الجزائر صراحة، يعني الإدارات قايمينش بواجبتها، يعني ماشي مقابلين داكشي، يا إما في هاد خرب ولاد وتهربات نتاع حقوق المؤلف من جهة كلماتي من جهة حقوقي من جهة تلحيني، فهمتني عندهم دوامة، إما تجي ضابط تطلب عليه عقاب يقول لك دومين بيبليك، كلشي ولا بيبليك، هذا هو المشكل. انا ما رجعت نطلب العقيم لك الدوسيات نتاعكم مشاو مع السيده تاع الحمله نتاع باب الواد ورامي يفوتوا فيهم اغانيكم والناس يتعودهم. انا اليومين هذا راه مازال مش ناوي حقك ما ديتوش من اليومين هذا كرموك اش خطر في الجزائر ولا ما كرموكش؟ ابدا ابدا ابدا. ملي بديت تغني اليومين هذا ابدا وفي بلادك والو وعلاش؟ حقره؟ ماشي حقره ولكن ايمان. ايمان دوك حقوقك حقوق الفنان زهواني جامي دا منهم ابدا الى يومنا هذا الى يومنا دوك متفرجين الكرام ام يشوفوا في عينك معليش وحنا الدموع كانوا ما غاليين علينا ما شاء الله كيما درت والله انا فرحت وي قلت الحمد لله انا طلبت من ربي التوبه وبغيت نتوب وبغيت نجمع لك حاجه من هذا الملاهي ولا الموسيقى وهاد الشيء ونذكر الله شويه ونعطي حق ربي. رانا كبرنا كنا صغار كنا شباب كنا نغنيو ما كناش كاع نستناو. انا بروحي ما كانش عندي كاع الرغبه تاع باش نكون مشهور وباش نكون غني وباش نكون بهذا الفن. انا هذا الفن درتو غير موهبه ما كنتش دايرو باش نوصل للعالميه ولا نوصل الحمد لله. ودوكا عندي شعبيه يعرفوني وين نمشي محترم وكثر خيرهم واللي فات ماتوا اش غنقول. شاب زهواني توحشناك الكلمه الاخيره. كلمه اخيره اللي دار شي حاجه لخوه راه يطلب منه يسمح قبل ما راك عارف هذا مكان مسامع كريم. شكرا شاب زهواني ربي يطولك في العمر. نولوا الضيفه تاعنا فاصل ونواصل. قاعده مع فنان ولحقنا لافان تاع ليميسيون هذه الحلقه تاعنا تاع قاعده مع فنان ومع المطربه المتالقه غير متالقه وني نزوق فيها ولا كوكليش وسكتي برك وراك شاب على كل حال. واش راكي تبغي تقولي لهم اللي راهم لهنا واللي راهم هنا؟ ما تمنيتش نتفارق انا ولادي وما تمنيتش نفارق بلادي هذه هي الدنيا ربي اللي كتبها لي ربي هذا ابتلاء من عند الله الحمد لله كبدت لي مقسمه نص تما ونص هنا حسبي الله ونعم الوكيل. كملوا الحصه هذه بكلام الله حسبي الله ونعم الوكيل كما قال لكم ليتوال لا ديفا لا كوكلوش شابه خيره تجبدني تبكي. سيداتي سادتي امي تيلي سبيكتاتور تيلي سبيكتاتريس ميرسي دو نوز افوار سوبورتي دون سيت ايميسيون كي سابيل قاعده مع فنان لا بروميير. اليوم ضيفه تاعنا شابه خيره ربي يحفظك ربي يطولك في العمر. نقول لهم صحة عيدكم. عيدكم مبارك. الشعب الجزائري كاع وناس الغربة وكاع صحة عيدكم تعيدوا بالصحة ويدخل عليكم بالصحة. وانت تدري خويا فؤاد ربي يبارك لك في صحتك. ربي يخلي لك وليداتك والاخوه التقنيين كاع اللي معانا والجروب كاع اللي معانا ربي يخليهم وربي يسترهم. خير. ميرسي بوكو. ما تخليش الناس توحشك. سلمك لا ان شاء الله نقول لكم ونبرميكم بلي خيرها واقفه تقعد واقفه وما زاد تزيد توقف. الوغ ليميسيون قاعده مع فنان اريف ا سافا اي جو لي رميرسي بيان سور لا ديفا لو روتور دو شابه خيره. ميرسي داتر افيك نو. ربي يخليك فؤاد خويا ميرسي بوكو. ربي يخليك معنا. وميرسي بيان سور حسن بن ايريل بور نوز افوار دوني سا سال. ميرسي بيان سور بلال بيرو شيف فوزي غربي ياسين مدام بن سعيد رجا
bien sûr Iman Ngafa Chedda Tlemcen et bien sûr la jeune fille que vous avez vue qui a porté les robes, Linda. Et aussi je remercie mon réalisateur monsieur Laslah Bardad et notre bien sûr ami qui nous a le co-réalisateur monsieur Taha Al-Houari. Et merci à Chabreda aussi qui est avec nous. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Khallokoum ana. Ma salam.